لكل مدينة أبوابها، وللقصبة أبوابها السبع، من أي باب شئت دخلتها، باب جديد أو باب سيدي رمضان أو باب عزون أو باب الواد أو باب الزيرة أو باب البحر أو باب السبوعة. وعندما ترج المدينة، مدينة بني مسغنة أو المحروسة، مدينة سيدي عبد الرحمن، تستقبلك أبواب مئات المنازل والقصور والجوامع والدويرات. هنا يعتبر باب المدخل العلامة المميزة لأي منزل، ونقطة لشرح العنوان للضيوف والزوار والمارين عبر الزقاق، المارين عبر التاريخ والكلمات، أو هو شرح لكتاب لا لعنوان. الباب مصمم بطريقة مميزة وغير تقليدية، باب من الخشب له ذاكرة، عصي على الزمن، ثقيل وجميل، يضفي سحرا خاصا على المكان، بتصميم أندلسي غرناطي مميز ذو تفاصيل كثيرة، مطرز بالنحاس والحديد، بني اللون، داكن ومعبق، له رائحة. مطرق الباب بأشكاله المختلفة وأشهرها يد فاطمة وأخواتها. المطرق هو الآخر، له حكايات كثيرة شكلا ومضمونا وعددا. فالمطارق ثلاث، للرجل والمرأة والطفل، ومن طريقة الطرق يعرف الزائر. هذا المطرق يسميه ناس المكان النح، واشتهر كثيرا في الخيال الشعبي للجزائريين عبر مقولة أضرب النح. هذه المدينة المليئة بالأسرار، الممتدة من ميناء بحري قرطاجي وبربري وروماني إلى قمة جبل به حصن عسكري، بنيت منذ أكثر من 2000 سنة على الأطلال الرومانية إيكوزيوم بنمط عمراني عثماني، بنيت من طرف بلوغين بن زيري بن مناد الصنهاجي. هذه المدينة تختزن الكثير من تاريخ وتراث الجزائر.